تعالوا نشوف بعض رموز الكتاب عن الزيت. لو عملنا جولة صغيرة عن الزيت، أول حاجة في قصة نوح، بعد ما الطوفان قرب ينتهي وينحصر، أبونا نوح أرسل حمامة ورجعت وإذ ورقة زيتون خضراء في فمها. ورقة الزيتون دي في الكتاب ترمز للسلام. الزيت طبيعته بلين، أي حد عنده حاجة مزرجنة يحط لها حتة زيت، والزيت أو الكلمة الطيبة بتلين العلاقات بين الناس. أحيانا تبقى في خشونة بيننا وبين بعض، أحيانا تبقى في كلمة قالت حد فينا مش بلاعها، زرجنت في البلع، يبقى محتاجين كلمة طيبة تتقال من واحد تلين وتبلع الكلمة ديت. العلاقة بربنا والإنسان قبل الطوفان كان فيها خشونة جامدة قوي، والخشونة دي سببت الطوفان. فجي ربنا يقول للناس أنا عايز ألين العلاقة اللي بيني وبينكم، لا يكون طوفان ولا هلاك للإنسان فيما بعد، وهرسل مع الحمامة غصن الزيتون أو ورقة الزيتون. أنا هرجع ورجع السلام بيني وبينكم. عشان كده في الحديث في العهد الجديد قال إيه؟ صالح السمائيين مع الأرضيين. الزيت في الأصل بيرمز لعمل الروح القدس، وإحنا فينا الروح القدس، إحنا سكن الروح القدس. إذا كان فيك الروح وأنت مشتعل بالروح وأخذت الروح في الميرون في المعمودية، ليه لسه في بعض الحاجات اللي مزرجنة عندك؟ لو حكيم استثمر هذا الزيت واستثمر عمل الروح فيك، تكسب أخوك وتكسب اللي حواليك وتكسب السماء. عشان كده الكتاب النهاردة بيكلمنا عن المكسب ده، بيقول لك لو حكيم اوعى تفرط في دقيقة من عمرك ما تحوش فيها زيت، ما تقتنيش فيها حكمة، ما تعيش على الأرض وانت باصص للسماء. كلنا بنعيش على الأرض والسماء دي بعيدة عننا خالص، إنما النهاردة ربنا بيقول لك خلي في صلح بينك وبين السماء. لو بتبص للأرض بس اتصالح مع السماء، ومش هتعرف تتصالح مع السماء وانت إنسان مش حكيم، مش هتعرف تتصالح مع السماء وانت إنسان ما عندكش زيت. خش لاتنين متخاصمين خليك صانع سلام. في ناس تحب تولع، وفي ناس لأجل انهم يعملوا محبوبين او بيحبوا اللي قدامهم يشعل للدنيا. كان في مشكلة عندي وزوج وزوجة يعني، وجبنا الزوجة والامور اتحلت ونشكر ربنا وخلاص نرجع، وبعدين تدخل واحد قريبها ولع الدنيا. لا ما ترجعش الا بحاجة معينة، ولعت الامور ووقفت. ليه يا عم تخليك صانع سلام؟ ليه يا عم ما بيت بيخرب؟ ليه ما أسرة بتتفكك؟ ليه ما نقولش كلمة حلوة؟ ليه؟ أين الزوج العاقل وأين الأب العاقل والأسرة العاقلة؟ زمان لما كانت بنت سبتها وتروح، آخر النهار أبوها يقول لها يلا بينا البسي، تقول له موديني فين يا بابا؟ يقول لها بيت جوزك. تقول له لا ده زعلني، يقول لها ما تباتيش عندي، تباتي في بيت جوزك، روحي بيت جوزك واصطلحوا. جرى ايه في بيوتنا؟ فين الحكمة؟ فين الزيت اللي لين العلاقات؟ عشان كده في آية جميلة بتقول اما انا في المزمور فمثل زيتونة خضراء في بيت الله. زيتونة خضراء يعني ايه؟ يعني بالمعنى التاني اللي بيقوله المسيح للمجد في الموعظة على الجبل، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أحيانا كل واحد فينا يعمل بحب التاني ووسع وأجل الموضوع ووقفه وتزرجن الدنيا. عايزين نبقى صناع سلام. الإنسان اللي بيقتني زيت يبقى حكيم في صناعة السلام. الإنسان اللي عايز يحوش زيت يعمل زي أبي جايل.
اللي قالت لداود حاسب انت بتعمل ايه، وراحت وعملت كل الخير عشان ما تعملش مصيبة، اللي قالت لجوزها وراحت لداود تعمل اعمال خير، والراجل لأجل حكمتها ما عملش شر تاني في الراجل اللي كان عايز يعمل الشر. احنا عايزين نبقى حكمة، عايزين يبقى عندنا حكمة. اول حاجة خليك حكيم في اقتناء الزيت. تقتني زيت ازاي؟ خليك صانع سلام. اقتني زيت بصناعة السلام. بنتكلم كتير في المثل ده، وفي كل مرة نتكلم نضيف كيف تقتني السلام. اذا كنا قلنا التوبة والكتاب المقدس، اذا كنا قلنا الوقفة قدام ربنا، اذا كنا قلنا العطاء، فالنهاردة بنقول خليك صانع سلام. دور على اتنين متخاصمين وصالحهم، دور على اتنين في بينهم وقفة وقربهم، ودور على نفسك. اذا كنت تذكرت ان لأخيك شيء عليك، اترك قربانك واذهب واصطلح مع اخيك، عشان الزيت، عشان هو بركة والزيت مرتبط بالسلام. صالة الزيت احد وسائل تعبير الله عن بركته للانسان. في العهد القديم بيقول لنا كده في التثنية، اسمع الوصية اللي قالها: يحبك ويباركك ويكسرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحا وخمرا وزيتا. قمحا وخمرا وزيتا، قلنا القمح والخمر يرمزوا إلى جسد الرب ودمه، والزيت يرمز لعمل الروح القدس فيك. هنا الزيت مش مقصود معنى حرفي زيت، لا، الكتاب ما بيتكلمش عن الحاجات المادية، الكتاب بقرب ليك المعنى، بقولك الحاجة اللي تلين زي عمل الروح القدس فيك. عشان كده لو خدناه بالمعنى الروحي، القمح يرمز للغذاء الروحي، انا باخد جسد الرب ودمه غذاء روحي. الخمر يرمز للفرح، في عرس قنا الجليل قالت له العذراء للسيد المسيح ليس لهم خمر، خلص الخمر يعني الفرح خلص، عندهمش فرح. عشان كده لما تاخد جسد الرب ودمه تبقى فرحان، لان سكن فيك او تجدد فيك الروح. كل مرة بتتناول بتجدد عمل الله داخلك، بتثبت تاني من جديد في روح في ربنا، بتعيش تاني كيانك كله مقدس للمسيح. والزيت معناه السلام، عشان كده الحكيم زي ما قال الكتاب يقتني زيتا. نمرة اتنين، لو بصينا لحاجة تانية، الزيت يرمز للنور. الانسان الحكيم منور دايما، الانسان الحكيم منور دايما. زمان في الكنائس والاديرة، وما زالت في الكنائس لغاية دلوقتي، تلاقوا في انديل في زيت وحاطين في نور مضيء، تبقى الدنيا عتمة والكنيسة منورة. زمان ايضا، زمان قوي ما كانش في انوار، كانت تبقى قبة الكنيسة او الكنيسة حاطين عليها من فوق حاجة منورة، ومتقود السفن اللي جاية في البحر، السفينة من بعيد قوي تشوف نور من بعيد، وهج بسيط تقول احنا قربنا نوصل للبلد الكنيسة اهي. وانت انسان منور، لو انت انسان حكيم بتقتني زيت تبقى منور، يبقى انسان عندك سلام وصانع سلام، ما تعرفش تزعل من حد، ما تعرفش تشيل من حد، ما بتباتش غير وانت متصالح مع نفسك ومع الناس ومع ربنا. هو ده كلام ربنا لينا، تصالح مع نفسك، تصالح مع الناس، تصالح مع الله، وانت انسان حكيم. نمرة اتنين، خليك انسان منور. عمر الحكيم ما كان طافي ابدا، دايما يخرج من كنزه جددا وعتقاء. تكلمه يكلمك بحاجة جميلة، يمكن تشتمه زي النخلة ترميها بطوبة تنزل لك بلحة. النخلة طول عمرها مثل جميل للإنسان الحكيم، ترمي طوبة للنخلة بتحدفها بالطوب تنزل لك بلحة حلوة تاكلها. والإنسان الحكيم لما يسمع كلمة وحشة من حد يرد بإجابة لينة، بإجابة طيبة. خليك منور زي ما قال الكتاب: إذا كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون.
لو انت النور اللي فيك اللي خدته من ربنا مظلم، يا سلام، امال الظلام يبقى ايه؟ لما انت وانت المفروض انت ابن النور، سيروا كابناء النور. وبولس الرسول النهارده بيقول لنا في البولس كده، في بدايه البولس بيقول لنا سيروا اذن كاولاد النور. ليه؟ لان ثمره النور هي في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. انت بتصير في النور، النور قدامك، النور قدامك، بتخبط في الحجارة ليه؟ ده البابا شنودة قال لك بدلا من ان تلعن الظلام اضيء شمعة. وانت بتنور الشمعة وانت ماشي، لو لقيت حجر قدامك حبيبي شيله عشان اخوك ما يعطرش فيه، لو لقيت حفرة قدامك غطيها عشان ما يجيش واحد غيرك يقع فيها. ما هو ده الانسان صانع السلام، الانسان المنور. الانسان المنور ينور للي حواليه، ينور لبيته، ينور لجاره، ينور في شغله، يقول لك انسان الفلان ده انسان انسان كويس، عمره ما قال كلمه وحشه، وما عمرناش تذكرنا له موقف وحش. ليه؟ لانه انسان منور، واخد النور من النور الحقيقي. وانت حبيبي خدت المعموديه ونزلت في المعموديه، سكن فيك الروح القدس، خدت النور. ليه طافي؟ ليه النور اللي فيك طافي؟ عشان كده ربنا بيقول لك النهارده وانت تبقى حكيم خليك صانع سلام، وانت حكيم خليك منور، او اقتني الحكمه وانت منور وانت صانع سلام. نمره ثلاثة، انت مدشن. الزيت في الكتاب يرمز للتدشين. البابا تودروس ساف في فرنسا عشان يدشن كنايس. بيدشنها ازاي؟ بالميرون. بالميرون بتدشن الكنائس، بالميرون ايضا دشنت في المعمودية. تعال نشوف التدشين ده جه منين. فاكرين زمان يعقوب لما كان هربان في الصحراء وبالليل تعب نام، شاف طوبة كده حط راسه عليها ونام، وحلم حلم ان في سلم واصل من السماء للارض والملائكة طالعة ونازلة عليه. السلم رمز التجسد، والملائكة وطالعة ونازلة. الملائكة خدام التجسد، زي ما قال المسيح من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله صاعدين ونازلين على ابن الإنسان. السلم يرمز لأمنا العذراء. يعقوب قال كده، ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وكان نايم على الحجر، قام رفع الحجر وقفه زي عمود كده وصب عليه زيت وقال ده بيت إيل. انت بيت إيل، انت الكنيسة المتحركة. لو انت فعلا حكيم الناس تشاور عليك انك انت ابن ربنا، انت خدت الروح القدس في المعمودية ودشنت بالميرون. انت مدشن بالظبط، انت مدشن. الكنيسة بنصلي فيها وبنعبد ربنا فيها. ما تخلي الناس تشوفك كنيسة متحركة، خلي الناس تشوفك كنيسة عشان لما تشوفك تقرب للمسيح بسببك. عايز تبقى انسان تقتني زيت، خليك الاول زي ما قلنا انسان صانع سلام، وانسان منور، انسان فيك شكل المسيح. الناس تشاور عليك الراجل ده قديس عامل زي الكنيسة بالظبط. بنروح الكنيسة نكتسب منها فضائل، ولما نروح نقعد مع الأخ ده ناخد منه فضائل. زمان في العهد القديم كان كل اللي بياخدوا المسحة دي الملوك والأنبياء والكهنة بس، الملوك والأنبياء والكهنة، باقي الناس ما تاخدش المسحة. إنما لما جه المسيح في العهد الجديد ادانا ان احنا كلنا ندشن بين ميرون عشان كلنا نبقى اولاد لله مدشنين لله. عشان كده الناس اللي بتقول العذراء اتجوزت تاني، نجاوب لهم نقول لهم منين جبتوا الكلام ده؟ ده العذراء دشنت بالروح القدس في بطنها، وما دام دشنت ما ينفعش تروح لحد تاني، لان خلاص انت دشنت بالروح القدس ما ينفعش تروح لحد تاني، ما ينفعش.
والعذراء دشن بطنها ومستودعها بالروح القدس، ما ينفعش تتجوز حد تاني. الناس اللي بتقول اي حاجة واحنا بنسمع اي حاجة منهم، عشان كده وانت مدشن ما ينفعش تشتغل مع الشيطان، وانت مدشن بالميرون وانت واخد الروح القدس فيك ما تنفعش تشتغل مع العالم، ما ينفعش، ما ينفعش ابدا. الناس اللي بتلاقي عندها مشكله وتروح لحد من غير الكنيسه، واحد يقول لك ارسل روحت فلان ارالي مش عارف ايه، وفلان بصلي على ايه، وفلان كتب لي ايه. الكلام ده يا جماعه مش كلام ولاد ربنا، مش كلام ناس مدشنه، مش كلام ناس ده موجود مكتوب عليها قدس للرب. زمان رئيس الكهنه كان يلبس عمه كبيره زي عمه الاساقف اليومين دول، وفوق العمة يكتب يعمل حاجة بذهب كده مكتوب عليها قدس للرب، مجرد انه مدشن. وانت مدشن بالروح القدس، ده انت قدس للرب. انت بتعمل ليه حاجات تغضب الرب؟ بتعمل ليه حاجات تغضب ربنا منك؟ بتتوجه ليه تاني بعيد عن التدشين اللي انت وهبته لربنا، ربنا ادهولك وانت بتبعد ليه عن ربنا؟ النهاردة تعالوا نقتني زيت، تعالوا نبص للتلات حاجات دول بس، في حاجات كتير الحقيقة نقولهم في وقت تاني، بس خلينا النهاردة نطلع. انت انسان مدشن حكيم صانع سلام، انسان مدشن حكيم منور، انسان مدشن انت قدس للرب. يا ريت نقتني الفضائل دي، فضائل الروح القدس اللي مديها لنا، يا ريت نستمتع بيها ونعيش فيها. لله المجد من الان والى الابد، امين.